وبدنا نشوي لبشار بهمتنا العالية. سوريا بدها حرية، سوريا بدها حرية. تكبير الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. وبدنا نشوي لبشار بهمتنا العالية. سوريا بدها حرية، سوريا بدها حرية. الجيش الحر في كتيبة الهجانة في درعا البلد وعلى تحريرها يقوم بشوي أرنب، والذي يدعى بشار الأسد، والذي يدعى بشار الأسد. هذا الأرنوب بشار، هذا هو شايفينه، لقيناه 9/10/2013. صحة وعافية يا شباب. عقلبك عقلبك يا حبيبي. هاي الهواية باقي أرانب بتهوي يا بشار، بتهوي باقي أرانب البطة اللي ثلج. بس على علمي نجس اللحم، وشلون كنتوا تاكلوه؟ لا الأرنب هذا أرنب هذا، بس يعني احنا بنشبه لبشار لأنه هو أهون من الأرنب وأضعف من الأرنب. بإذن الله تعالى أصبح بهذه الفترة ومن فضل الله تعالى أصبح أضعف من هذا الأرنب. إذا هو بطة، إذا بطة هو، هو بطة. وبدنا نشوي لبشار بهمتنا العاوية. سوريا بدها حرية، سوريا بدها حرية. هاي صورك يا بشار عم نهوي بها الأرانب، بدنا نشوي كيش.